في أول أيام رمضان كان يفترض بمعمل البدوي للحلويات في مدينة علي أن يجهز العدة للإفطارات، إلا أن ألسنة النار التي شبت فيه صباحاً أتت على محتوياته تركة خلفها قتيلين، أحدهما من التابعية السودانية ويدعى سيف الدين سيد صافي، إضافة إلى أكثر من 10 مصابين نقلوا إلى مستشفيات المنطقة والحزمية. والله عم نساعد الشباب نحن، يعني كنا نايمين وعينا على صيحتهم، نحن ننام بالطابق الثاني فوق من المعمل، نزلنا لتحت على صيحتهم لأننا نشوف شو فيه، لقينا الشباب اثنين محجزين بعد فوق من النار، يعني حاولنا ان نخلصهم ما قدرنا، اجتمعت العالم كمان تحاول تخلصهم ما قدرنا. كنا نحن برا بس بنجدف يعني انت المويه يعني تناولها بالشباك وبتناول من انا. احنا مشيت لقيت الدخنه والغاز طالع وقاعد بتنفس، وقفت برا عدد ما عدد 5 دقائق انفجرت، ضربتني النار وانا برا. كنت رايح الشغل لقيت النار طالعه، قمت انزلت ومن فجر جرت الغاز. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق ناجم عن تسرب غاز. في الأطفائية ساعتين وأهل المنطقة الله يجزيهم الخير ساعدونا، الدفاع الأطفائية ما وصلت ساعتين وما وصلت الأطفائية، الدفاع المدني ما بعرف شو. عست شوي شوي جربوا حيلوا طفوا، بما إجا الدفاع المدني حاولوا يطفوها كتير كتير ما قدروا قوة النار، بس بجوا الباب وفتحوا هجمت النار لي ولا برا بجت عملت هالصوت الأوسع. فرق الدفاع المدني لم تتمكن من إخماد الحريق بالسرعة المطلوبة نتيجة ضعف الإمكانات ونقص التجهيزات في حالات كهذه بحسب ما أفادت مصادر في البلدية، وكان قد أصيب بحروق أحد عناصر الدفاع المدني ناصر شيب في أثناء قيامه بالواجب ما استدعى نقله إلى المستشفى.